صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، خير ما أحييكم به هو تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي أخي الكريم فضيلة الشيخ محمد بسيوني، وفي الحقيقة كلانا ضيف على الآخر، وأنا وهو ضيفان على أخينا الحبيب الغائب الحاضر فضيلة الشيخ أحمد جلال، الذي اعتدتم أن يطل عليكم في هذه الساعة المباركة من كل أسبوع عبر شاشة قناتكم المفضلة، شاشة قناة الرحمة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. وإن شاء الله تعالى الشيخ سيعاود اللقاء معكم بإذن الله تعالى بعد عودته من أداء مناسك العمرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح العمل، وأن يرزقنا جميعا والمسلمين في كل مكان زيارة بيته الحرام حجاجا ومعتمرين. أيها الإخوة الكرام، أبدأ هذه الحلقة معكم بمجموعة من الأسئلة طرحها رجل من السلف على أخ له عندما التقاه. قال له عندما التقاه: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لا. قال: فهل عرضت على نفسك توبة من غير تسويف؟ قال: لا. قال: فهل تعلم دارا تعمل فيها غير هذه؟ قال: لا. فقال له: فهل لك نفسان إذا ماتت إحداهما عملت بالأخرى؟ قال: لا. قال: فهل تأمن هجوم الموت على حالتك التي أنت عليها؟ قال: لا. فقال له صاحبه: ما أقام على حالتك هذه عاقل، أو ما أقام على مثل الذي أنت عليه عاقل. هذه الأسئلة الخمسة لو وجهت إلى أي واحد منا فلن يجيب بأكثر مما أجاب به هذا الرجل. وقوله له: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ يعني هل أنت مستعد الآن للقاء الله عز وجل؟ ربما يقول بعض الجهلة والذين لا علم لهم ولا رصيد لهم من الإيمان ولا بمعرفة الله عز وجل: أنا أستطيع أن ألقى الله الآن. ويظن أنه ما قدمه من عمل يصلح للقاء الله عز وجل، وهذا ظن الجهلة بربهم تبارك وتعالى. بل ربما يتفوه إنسان: أنا لما أموت أستريح، وكأن ما بعد الموت أهون مما قبل الموت. لكن الشاعر صور لنا ما بعد الموت بقوله: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما مر عليه بجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام: ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الإنسان إذا قدم في حياته عملا صالحا فما من شك أن ما بعد الموت أهون وأيسر وأفضل له مما قبل الموت. والعبد الفاجر تستريح منه الدنيا بطولها وعرضها، وما يقدم عليه أسوأ مما كان فيه لسوء عمله وسوء مقدمه على الله عز وجل. الفضيل بن عياض رحمه الله دخل عليه رجل فقال له الفضيل: كم أتت عليك؟ يعني أنت عمرك كام؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال الفضيل رحمه الله: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: تعلم ما تقول؟ قال: نعم، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: تعلم تفسيرها؟ قال: فسرها أبا علي. فقال: أما قولك إنا لله فأنت تقول: أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع. فمن علم أنه عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة أبا علي؟ يعني ماذا أفعل؟ فقال رحمه الله:
أن تتقي الله فيما بقي من عمرك، يغفر لك ما قد سلف وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فإذا كان الحال هكذا والأوقات تتصرم من بين أيدينا، وكلنا ذاك الرجل، يعني أبناء العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين أيا كانت أعمارنا وما بين ذلك، الإنسان من لحظة خروجه من بطن أمه فهو سائر إلى الله عز وجل. كل لحظة تمر على ابن آدم، لا أقول كل سنة ولا كل شهر ولا كل يوم، بل كل ثانية تمر من عمر الإنسان إنما تباعد بينك وبين الدنيا وتقرب بينك وبين القبر، ومن ثم بين لقاء الله عز وجل. فإذا كانت الأوقات بهذه الأهمية والأوقات تتصرم من بين يدي الإنسان بهذه السرعة، فمعلوم أن الوقت إذن هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، فعلى العاقل أن يحسن استغلاله. ففضيلة الشيخ محمد، يعني إذا كان العمر بهذه الأهمية وأن هذا رأس مال الإنسان، فما موقف المسلم تجاه عمره وحياته؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد، فجزاك الله خيرا على هذه المقدمة أخي الحبيب الفاضل الشيخ عاطف، أسأل الله أن يبارك فيك وفي أخي الشيخ أحمد جلال وفي إخواني القائمين على هذه القناة، وأسأل الله أن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وأن يبلغنا رمضان هذا العام وأعواما عديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا ها هي الأيام تجري وتجر وراءها الأيام، وها هي شهور تجري وتجر وراءها الشهور، وها هي السنون تجري وتجر وراءها السنين، وها هو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، قد أهل علينا بوجهه الكريم يحمل معه نفحة من نفحات الله عز وجل. فمن لهذه النفحات ومن لهذه البركات في شهر الرحمات، في الشهر الذي يتنزل فيه رب الأرض والسماوات؟ فيا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. فأسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا الشيخ عاطف، إن لرمضان شأنا عظيما في قلوب المؤمنين الموحدين بالله عز وجل، لما له من ثواب عظيم وأجر كبير. ربنا عز وجل قد علم بتقصير العباد في سائر الشهور، فمن عليهم بهذا الشهر رحمة منه بالعباد. نعم، رحمة من الله عز وجل بنا، فلماذا إذن التكبر والعناد؟ وعلى ماذا التكبر أيها الإنسان؟ وسوف تأكلك الديدان، وعلى ماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ وعلى ماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟ كل نفس ذائقة الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والله إن الناظر إلى واقع المسلمين في شهر الصيام والقيام والقرآن في هذا الشهر العظيم الذي كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله قبله 6 أشهر أن يبلغهم الله هذا الشهر، كانوا يدعون الله قبل رمضان 6 أشهر، يستعدون لرمضان قبله 6 أشهر، يقولون اللهم بلغنا هذا الشهر، اللهم بلغنا رمضان، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى كي يبلغهم هذا الشهر. وهناك من الناس من مات في آخر يوم من شعبان في العام الماضي والذي قبله والذي قبله وما بلغهم الله رمضان. فكونك تبلغ رمضان هذه نعمة من أجل النعم الذي تستحق الحمد والشكر. هناك من الناس نراه في شهر الصيام والقيام والقرآن أصبح شغله الشاغل هو التعرف على أحوال الفنانين والفنانات والساقطين والساقطات والراقصين والراقصات، هذا شغله الشاغل في شهر رمضان. أضاع الوقت فيما لا طائل. نعم، أضاع يعني بما يعود عليه بالضرر. طبعا يعني يقول لك عاوز أعرف الملابس التي سيرتديها الفنان الفلاني أو الفنانة الفلانية في المسلسل الفلاني أو الفوازير الفلانية، ليس هذا وقته. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشهر الكريم العظيم كما في صحيح البخاري: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة.
فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، سلسلت بالسلاسل. فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. وكما في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان. لكن شياطين الإنس موجودة، يعني شياطين الجن وإن كان الله تبارك وتعالى قد أراح عباده المؤمنين منهم، فهم يستريحون في جهنم، خلفوا وراءهم من يقوم بدورهم بل أحذق من دورهم. صحيح. فيعني المسألة بقت أعصر على المؤمنين اليوم يعني. نعم. يقول عياض رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: يحتمل أن يكون تصفيد الشياطين عبارة عن إعجازهم عن الإغواء. نعم. وتزيين الشهوات، وده يقينا يعني. نعم. مشاهد عند كثير من المسلمين يقينا. نعم. أن وازع المعصية في قلب كل مؤمن في رمضان يقل وبشدة. صحيح. لكن شياطين الإنس يعملون بالليل والنهار بل طول السنة كلها من أجل أن يفرغوا رمضان من محتواه الأصلي، أنه الإقبال على الله سبحانه وتعالى وشحذ الهمم وملء القلب بالإيمان، حتى يصل الإنسان أن يستأنف حياته بعد رمضان لمدة عام كامل حتى أتى رمضان قابل إن قدر الله عز وجل له البقاء في الحياة. صحيح. نعم. صحيح. فعشان كده أنا عاوز أقول للإخواننا: يا أخي الحبيب، ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا. نعم. يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات ثم بكى وقال: إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فيا أبناء العشرين، كم مات من أقرانكم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين، يا أبناء الثلاثين، كم أصبتم بالعهد وتخلفتم. يا أبناء الأربعين، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الخمسين، أنتم زرع قد دنا حصاده، تنصفتم المئة وما أنصفتم. يا أبناء الستين، هلموا إلى الحساب، أنتم على معترك المنايا قد أسرفتم. أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم. يا أبناء السبعين، ماذا قدمتم وما أخرتم. يا أبناء الثمانين، لا عذر لكم، نريد أن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى وأن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم العظيم. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلت الشيخ في الصحيح: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أمهله إلى الستين ثم لم يتب. نعم. والحديث ده يعني حقيقة بيستوصفني دايما. نعم. يعني أنت عارف، هو طبعا ده مش مبرر لمن قبل السن أنه يعصي. صحيح. لكن المقصود إيه؟ إنه إنسان أعطاه الله عز وجل من العمر 60 سنة، وبعدين مقيم على المعصية، ما لكش عذر عند الله يوم القيامة. قد يكون لشاب مثلا، ده مش عذر قائم يعني، لكن دواعي الشهوة في الشاب ليست كالذي يعني تمتع بملذات الحياة بطولها وعرضها. والنبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن أعمار الأمة 60 لـ70 سنة، وقليل من يتجاوز ذلك. فإذا كان الحال كذلك، فالمفترض أن العاقل يستغل ما تحت يده من وقته، ورمضان زمن شريف له من الحرمة الزمنية ما للحرم من الحرمة المكانية. معلوم أن كل مسلم على وجه الأرض يعلم أن الحرم الشريف له حرمة. نعم. حرمة قائمة بما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رمضان والحج ركن من أركان الإسلام، وكذلك الصيام هو ركن من أركان الإسلام. الحرمة الزمنية التي لشهر الصيام لا تنقص عن الحرمة المكانية التي للحرم الشريف. صحيح. وهذه الحرمة استمدها رمضان من تنزل آيات الله عز وجل في هذا الزمن المبارك: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا كان الحال كذلك، فمن المفترض أن المسلم
يتعرض لنفحات الله عز وجل. والنبي قال في الحديث: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. صحيح. إن قد ينعم الله عز وجل على عبد بتوبة صادقة وأوبة صحيحة إلى الله عز وجل، فلا يمرض قلبه بالمعصية بعد ذلك. صحيح. وينعم الله عز وجل عليه بأن يدخله في حزبه وأوليائه وعباده. نعم. فواجب المسلم تجاه هذه النفحة التي هي أجل نفحة على طول العام، معلوم أن السنة كلها فيها نواسم خير. نعم. زي عاشوراء والمحرم ورجب وغير ذلك من المواسم الطيبة التي فيها فضل سعة من الله عز وجل، لكن رمضان بلا شك أوفى هذه المواسم. صحيح. فما دور الإنسان تجاه هذه النفحة الربانية في شهر رمضان؟ وطبعا أولا عليه أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تجويد التوبة. نعم. هذا أولا، يعني كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. الله سبحانه وتعالى يغار، فالتوبة أخي الحبيب هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وطبعا للتوبة شروط، نحن على عتبة رمضان عاوزين نتوب، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى أوساط الله المسلمين. الله كلنا عاوزين نتوب، كلنا، كلنا يقع في الذنوب والمعاصي ولا يسلم أحد من صغير أو كبير، ولكن الكل يدعي التوبة. وما أكثر ما نتوب فنعود، وما أكثر ما نعاهد فننقد. نعم. ما أحلم الله بنا، إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. فلابد أن نتذكر الذنوب والمعاصي. أخي الحبيب، هل تذكرت ذنوبك في هذه الأيام؟ هل حاسبت نفسك؟ إلى متى الإهمال وإلى متى الغفلة؟ أما آن أن تصحو من غفلتك؟ أما آن أن تصحو من كبوتك؟ أما آن أن تقيل عثرتك؟ لابد وأن تصطلح مع الله الآن. طبعا للتوبة شروط ذكرها النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم: أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، ثالثا العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. طبعا إن فقدت التوبة أحد هذه الشروط لم تصح توبتك كما قال النووي رحمه الله. نعم. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي، يعني بشخص من الأشخاص، فشروطها أربعة: رد الحقوق والمزاد، أي وهي الثلاثة الماضية، وأن يبرأ من صاحبه. يعني مثلا واحد سرق مال من شخص، ما يكفيش اللي هو يقول من لوازم التوبة أن يرد المال، يرد المظالم لصاحبها. يعني ما يكفيش اللي هو يقول أستغفر الله، تبت إليك يا رب، تب علي. لا، لابد وأن ترد المظالم إلى أهلها. طبعا لأن الإنسان إذا مات قبل رد المظالم فإنه يحاط بالخصماء يوم القيامة. هذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق به، هذا يقول ظلمتني، وهذا يقول شتمتني، وهذا يقول استهزأت بي، وهذا يقول عملتني فغششتني، وهذا يقول بايعتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول كذبت في سعر متاعك، وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما رعيتني. فبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم وقد ضعفت عن مقاومتهم، ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لابد وأن ترد المظالم إلى أهلها في الحياة قبل الممات. طيب بعض الناس يقول: أنا كل لما أجي أتوب إلى الله واحد يقول لي: يا عم ده أنت عمر ما ربنا هيتوب عليك، ده أنت بتشرب خمور، بتتاجر في المخدرات، تشرب مخدرات، إزاي ربنا يتقبل منك توبة أو أوبة؟ أقول لك عبد الله: لا تسمع لهؤلاء، وعليك أنت بحسن الظن بالله مع حسن العمل، واعلم أن الله لا يمل حتى تملوا، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه.
قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. ولا يمل الله حتى تمل. فأخي الحبيب لا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واشتكي إلى الله حالك. قم بالليل واشتكي إلى الله حالك، يعني اشتكي إلى الله هذا الذنب الذي تكرره، يعني قل اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من هذه المعصية وتسميها، ثم تقول أن أبلى بها بعد العافية. اشتكي إلى الله حالك يا أخي، قم صلي ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم أو ما من عبد مذنب، ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور أي فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة. يعني إذا كان هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن غفل قلبه وضاع وقته وكسر سخطه وازداد لغوه وعمت هفواته وقلت حسناته وعظمت ذنوبه وازدادت عيوبه؟ حيي به أن يتوب إلى الله. نعم. وأن يستغفره في ليله ونهاره، فأسأل الله أن يتوب علينا وعلى أصوات المسلمين. اللهم أمين. أن رب العزة ينادي على عباده في كل وقت، هلموا إلي. نعم. يعني إبليس قاسم ربه بقوله وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. نعم. فأجابه رب العزة بقوله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم، بس بشرط ما داموا يستغفرونني. نعم. يعني ما بقي من العبد إلا أن نرفع يديه متضرعا خاشعا ذليلا يا رب اغفر لي يا رب. نعم. مع النية الصادقة. نعم. أن يقلع عن الذنب. صحيح. وكما تفضلت أن أي ذنب مهما عظم. نعم. لن يعظم على سعة رحمة الله عز وجل. الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء. سبحانه وتعالى. يعني لو أتى العبد ربه بما يقارب الأرض خطايا كما في السنن بسند صحيح. نعم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. نعم. لو أتيتك بها مغفرة. نعم. الشاهد أن الإنسان لا يتلبث بشيء من الشرك صغر أو كبر. صحيح. ويخفف عن ظهره حمل الأوزار والذنوب بالتوبة الصادقة كما تفضلت إلى الله عز وجل. نعم. وأنا يعني أريد أحكي قصة هذه المرأة يعني التي زنت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف يعني صدقت في توبتها وأوبتها إلى الله سبحانه وتعالى. امرأة زنت، لقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال إن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، ارتكبت أمرا يوجب الحد فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها أي زوجها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل هذا الزوج، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فشكت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها في حين تقلبها وتكرار اضطرابها. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت أي لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله أي أخرجت روحها ودفعتها لله عز وجل؟ هل وجدت توبة أفضل من ذلك؟ فيعني يا أخي الحبيب قم في الثلث الأخير من الليل في هذه الأيام في الوقت الذي ينزل فيه ربك إلى السماء الدنيا في كل ليلة يقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قل له بلسان حالك ومقالك يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا
وجميل عفوك ثم أني مسلم. اشتكي إلى الله حالك، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حريص هذه المرأة عجيب يعني. نعم. وطبعا ربما بعض الناس يسمع رقم 70 ده، إيه يعني 70؟ نعم. لكن النبي قال 70 من أهل المدينة، عشان نفهم أن مهما عظم الذنب فرحمة الله أعظم وأوسع. سبحان الله. أهل المدينة دول يعني حملوا الإسلام وحموا بيضته وآووا رسول الله والمهاجرين، والنبي قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من ولي من أمر المسلمين شيئا فليرفق بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي وقد أد. طيب تفضل معنا. السلام عليكم يا شيخنا. أخونا الأستاذ شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخونا الجليل؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني نحن في شهر مبارك ومقبلون على شهر مبارك. نعم. فيعني لو سمح لي شيخنا الجليل ان احنا نتكلم، او ان يعني شيخنا واستاذنا وتجرتنا يوجه نصيحة يعني رمضان في كل سنة بيكون مليء بالمسلسلات والأفلام والأغاني وغير ذلك، فهل من نصيحة أو هل من كلام في هذا الأمر؟ هذا هو الأمر الأول. طيب. الأمر الثاني، نتمنى أن يكون رمضان في هذا العام أفضل من الأعوام السابقة. كنا في الأعوام السابقة نعاني من الدروس والخطب، أو يعني من إلقاء دروس والخطب في المساجد بسبب أمن الدولة وما إلى غير ذلك، فأصبح الآن الأمر مفتوحا. فنتمنى من شيخنا الجليل أن يوجه رسالة إلى الدعاء. إن شاء الله أبشره وأمله، نستقبل بإذن الله عهدا جديدا فيه فتح على مصر والأمة العربية بإذن الله تعالى. جزاك الله خير. طيب بقول فضيلة الشيخ، النبي قال عليه الصلاة والسلام عن الأنصار: من ولي من أمر المسلمين شيئا فليرفق بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي وقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وقال في فتح مكة لما الأنصار ظنوا أن النبي سيمكث في مكة، قصة طويلة، لكن النبي قال في آخر الحديث: لولا الهجرة والإسلام لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. القصة يعني، فكون النبي يقرن هذه التوبة أنا لو وزعت على 70 من أهل المدينة، الواحد منهم لا يعدل بملايين، فهذا دل على سعة رحمة الله عز وجل. وبعدين أهل العلم قالوا في قضية ماعز والغامدية: نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وأن يغفر لنا جميعا. إن أمثال هؤلاء هم أقل الصحابة حالا، وقد فعلوا ما لا يفعله أفاضل الناس في الأزمان التي تأتي بعدهم، أن جادوا بأنفسهم لله عز وجل. حتى الصحابة يحتاروا في أمر ماعز، يا ترى غفر له أو هو من أهل النار، وظلوا على ذلك أيام، يوم، اثنين، ثلاثة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم والناس على هذا الحال على فرقتين: فرقة تقول قد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وفرقة تقول قد غفر الله له. فخرج النبي عليهم وقال: استغفروا لأخيكم ماعز، ثم قال: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. لكن السؤال أخونا شعبان في مسألة بقى التوبة، كثير من الناس يعني أول ما يسمع التوبة بيربطها بكبائر الذنوب من شرب الخمرة والسرقة والقتل وما شابه، مع أن هناك أشياء وده مهم جدا طبعا يقينا، التخلص من التبعات والذنوب الكبار أمر في غاية الخطورة، لكن هناك من الصغائر هي في نظرنا صغائر لكن هي في الواقع قد تكون كبائر. صحيح. وبعدين مع كثرة تكرارها والمساس تفقد الإحساس، تحط بالإنسان والذنب الصغير في العادة. نعم. زي مثلا الغيبة والنميمة، النوم الكتير في رمضان، واحد يقول لك طول النهار نايم عشان صايم، متابعة المسلسلات والأغاني والفوازير وما شابه يعني. مثل هذه المسائل أعتقد أن التوبة منها متحتمة في التو واللحظة. صحيح. طبعا يعني لقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. نعم. أي إياكم وصغائر الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب، يعني إنما مثل صغائر الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزته. وإن صغائر الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. نعم. لماذا تهلك؟ لأنها
يعني ذنب صغير على ذنب صغير على ذنب صغير يصير كبيرا، كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. نعم. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن. طيب. عفوا المهندس منير تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. أخونا المهندس منير تفضل. أهلا بك يا أخي الكريم. الموضوع الكل بيتناوله الآن موضوع المسلسلات، وأنا بسلني اللي وراء هذا الأمر سرقي الحياة، سرقي حياتنا. نعم. أتمنى أن ينظر لهذا الموضوع باهتمام كبير، لسبب غالبية من يتفرجوا يظنوا أن هذا الأمر تسلية، ليس تسلية، وراءه تخطيط كبير جدا. ما تجد بأي مسلسل إلا وفيه وجهات نظر تنفر الناس من أصحاب الدين الحق وتحاول أن تزين لهم أمور الباطل، وفيه نساء تضع أيضا خطة كيف تكون المرأة المسلمة. فإخواننا الكرام، يعني عالم قال كلمة أثرت فيها كثير. نعم. قال: لو أحد قال لك افتح فمك لأدخل فيه قد تقتله وقد يصيبك القرف والاشمئزاز، فكيف تفتح مخك لكي يبصق فيه هؤلاء الناس؟ نعم. أتمنى أن يكون هناك من المسلمين إعلاميين يعني يقظين يضعوا الشيء الطيب محل الشيء الرديء. نعم. وهذا ما يحدث حتى الآن، وجزاكم الله كل خير. ربنا يبارك فيك يا أستاذ باشمهندس منير. حقيقة كلام أخونا في غاية الأهمية. مسألة الفن كان زمان ما كانش كله، لكن كان أغلبه أنه تضيع وقت وتسلية ويعني إدخال السرعة على الناس. النهاردة الوقت الفني كله هادف، يعني ما من مسلسل أو فيلم أو إلا وله هدف ومغزى، وبيهدم جزء معين في عقيدة وشخصية وسلوك المسلم. نعم. فالمسألة فعلا مستهدفة الآن، يعني. نعم. وحرب منظمة. نعم. محتاجة أولا وعي كامل من المسلمين عموما وممن رزقوا فهما وعلما. نعم. ومن أصحاب القرار أنه يحاولوا يتداركوا هذا الخطأ والخلل القائم. نعم. بشبيبة المسلمين، يعني. نعم. وطبعا كثير من الناس يعني ليس له من صيامه للأسف إلا الجوع والعطش، يعني هو مجرد صايم عن الطعام والشراب وخلاص. نعم. مع إن يعني معنى الصيام هو يعني إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة وجميع المفطرات. نعم. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم. يعني قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، أهون شيء. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. لا تسوي يوم الصوم يوم الفطر. وكان السلف رحمه الله تعالى إذا صاموا جلسوا في المساجد، مش قدام التلفزيونات بقى وقاعدين يتفرجوا على المسلسلات والأفلام والفوازير، لا. يعني أنا بقولها لله، لو يعني أنا مش قادر أحافظ على يعني اللي أنا أواظب على القنوات الإسلامية القنوات الهادفة في الحالة دي أعمل إيه؟ يعني أنا مش قادر اللي أنا أسمع قناة زي قناة الرحمة أو أي قناة إسلامية أو قناة قرآن أو قناة السنة مثلا. نعم. الحالة دي خلاص ما أقفل التلفزيون، ما أقعد في المسجد أغلب وقتي. كان السلف رحمه الله تعالى إذا صاموا جلسوا في المساجد، قالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحد، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تفضل. عفوا مولانا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، كل عام أنتم بخير. الأخت معادل تفضلي. جزاك الله خيرا. شيخنا الفاضل، يعني الأمة الإسلامية اليوم بحاجة. الصوت واطي يا أخت الكريمة. أيوة. السلام عليكم. عليكم معادل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كل عام وأنتم بخير أولا، وأنت بصحة وسلامة والمسلمين جميعا. آمين إن شاء الله. شيخنا الفاضل، نحن يعني الأمة الإسلامية بحاجة إلى توعية ثقافية وفكرية في كيفية انتقاء الإعلام الهادف الإيجابي، سواء بالبرامج المناقشات الجدلية حول هذا إعلام هابط، هذا مضاد فرضا لأي مشروع أو أي سياسة أو كذا، أو في كيفية اختيار أيضا يعني الوقت النافع والإيجابي. فالكثير منا
على جهل، يعني اعتادوا على مشاهدة فرضا برامج ترفيهية وكذا دون ما وعي أو عن جهل في أن هذا إسقاط للوقت وقتل للوقت وكذا، في الوقت الذي يعني نجد فيه القليلين الذين هم على علم إيماني بأن هذا مضيع للوقت وأن عليهم أن يشاهدوا ما هو إيجابي وما يرفع من أعمالهم أو فكرهم أو يعني يكون وقتهم في صالحهم وليس وقتا ينتقص من أعمالهم بل يزيدهم أعمالا سلبية أو يعني جزاء وفاقا. فقط هذا ما يعني أتمنى أن يوجه الإعلام في أن تثقيف المشاهد في كيفية اختيار والاستماع والنظر إلى ما ينفع. هذا والله أعلم. ربنا يبارك فيك يا أخت الكريمة معادل. وشيخ محمد، المسألة دي فعلا في غاية الخطورة، مسألة الوعي الجماعي لدى المسلمين عموما في مسألة الإدراك أن مسألة الإعلام الذي يطعن في صدر في صرح العقيدة وموجه وبشدة ومنظم بدقة، يعني على سبيل المثال رمضان ده بيعد له طول السنة، يعني جيش كامل من شياطين الإنس شغالين 24 ساعة لا يكلون ولا يملون من أجل أنه يفرغوا رمضان من محتواه الأصلي. صحيح. بدل ما يكون شهر العمل والجد والاجتهاد والانتصارات، يعني أغلب حروب النبي عليه الصلاة والسلام كانت في رمضان صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رمضان أبدا شهر كسل ونوم وخم وأكل وشرب. ده شهر عمل. أنا واحد بيقول لي أنا بفحل في رمضان، والله بصدق يعني بيقول لي أنا جسمي بزيد في رمضان، فبقول لي بناكل، يعني هو كل شغلته نايم طول النهار وبيجي من المغرب لغاية الفجر شغال 24 ساعة في الصلاة بين الفطار والسحور 5-6 وجبات، فبيزيد في رمضان من عجبا لم يكن رمضان هكذا عند السلف رضوان الله تعالى عليه. رمضان كان شهر عمل. نعم. يعني حتى يوم الجمعة الذي هو من المفترض عند كثير من المسلمين النهاردة ولا فهم خاطئ وبشدة، يوم أجازة ونوم في البيوت وينزل الجمعة والمؤذن والخطيب في الخطبة الثانية علشان في 3 دقائق وروح الصلاة. يوم الجمعة في صدر الإسلام، وهذا كلام المفسرين في سورة الجمعة، لم يكن يوم راح. صحيح. لأن الله عز وجل عندما نادى على المؤمنين أن يأتوا إلى الجمعة يا أيها الذين إذا نودي فضل فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني هم كانوا فين؟ كانوا في التجارة، كانوا في عمل. نعم. فقال لهم لكن هذا وقت هذا وقت العبادة ليس وقت العمل. نعم. بعدين قال لهم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. رجعوا إلى أعمالكم وتجارتكم بعدما قضيتم ما افترض الله عز وجل عليكم. يعني إذا كان يوم الجمعة ورمضان في صدر السنة بهذه المثابة، فمن المفترض، يعني أنا شايف أن أغلب مشاكلنا النهاردة مع التلفزيون والمسلسلات والأفلام والأغاني وإلى آخره، أن تفرغنا من عمل الدنيا، من عمل تقام به حياتنا، ومن عمل الآخرة. يعني السلف كانوا يقرون الاثنين مع بعض. يعني كما تفضلت أن السلف كانوا بيمكسوا في المساجد من أجل أن يحافظوا على صيامهم. صحيح. لكن أنا لا أتصور أن مسلم عنده عمل يحتاج إليه في خاصة نفسه من أمور الدنيا أو يؤدي به مصلحة للمسلمين هيتخلف عنه. فالمسلم إما في عمل دنيوي يكف به نفسه عن سؤال الناس أو ينفع به غيره، أو عمل أخروي يريد خيره يوم العرض على الله عز وجل. وبلادنا الآن محتاجة للعمل، يعني احنا في أمس الحاجة لمسألة العمل بدل اللي احنا شايفينه. عفنا مولانا، بس الأخت أم علاء من كفر الشيخ. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وعز الإسلام بكم. الله يبارك فيك يا أختي الكريمة. الله يبارك فيك شيخ حضرتك. أنا عندي حسن ظن بربنا إن أنا فعلا ما بعملش ذنوب وإن أنا فعلا هخش الجنة، حتى زي الناس ما بتقول لي يعني الصراحة، لأن لي ظروف خاصة يعني. بس أنا عايزة من حضراتكم يعني تعملوا خطوة إيجابية، تتخذوا خطوة إيجابية بحيث إن مثلا يعني شيوخنا في القنوات الدينية أو اللي بيظهروا في القنوات الدينية ما يروحوش يحضروا في برامج توك شو. يعني لسه شايفة الليلة دي الأستاذ نبيل وحش برضو في توك شو، ما ينفعش يبقى على قناة الحافظ يروح في قناة يعني من التوك شو دي. تمسنا فيه رغدة بتتحدى اللي هي الممثلة برضو الليلة دي بتقول أنا رئيسي بشاري وبقولها على الملأ، واللي مش عاجبه مش عارفه ايه. لازم حضراتكم تاخدوا ازاي هي تعيش في مصر وتاكل من خير مصر وتقول برضو بشار هو رئيس ازاي يعني.
كمان اصاله اللي عامله البرنامج برضه زود على قناه الحياه وعماله تطبل يا اخت الكريمه، بس لا تسمي قنوات. ماشي ماشي ماشي. تفضلي حضرتك. تفضلي. احنا خطوه ايجابيه من حضراتكم، احنا اخترناكم ورشلناكم على دماغنا، فشلونا بقى لان احنا دماغنا بيتحرك. ما يبقوش مثلا السنه بتتجسد في سوريا وهم اهل سوريا نفسهم المبتدعين الحاجات دي هنا في مصر. يعني رغده، يعني رغده بتقول انا رئيسي بشار الاسد. فعلقت لحضرتك على الموضوع ده، لازم تتخذوا خطوات ايجابيه عشان التحدي اللي هم بيتحدونا بيه ده ما يجوش في بلادنا كمان ويتحدونا ويحرقوا دمنا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. ربنا يبارك فيك يا اخت ام علاء. هو يعني الاخت ذكرت في صدر الكلام ان ملهاش ذنوب وما شابه. هو يعني اعتقد ان كتير من الناس زي ما تفضلت في اول الحلقه بيربط الذنوب بالكبائر. نعم. واحنا حياتنا مملوءه بالذنوب. نعم. من من الانسان يعني العصمه انتهت بموت النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. حسن المرء، حسن الظن، ظن المرء بنفسه، هي دي قاسمه ظهر للانسان. نعم صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر ويتوب في اليوم 70 و100 وطلب من امته اكثر من ذلك عليه الصلاه والسلام. نعم. لان العلماء قالوا ان والنبي نفسه كان يتوب، التوبه العاريه عن الذنب عباده وطاعه وقربه. صحيح. فكيف اذا اقترنت بذنب؟ نعم. وكل بني ادم كما قال النبي خطاء. عليه الصلاه والسلام. نعم. فيعني الاخت الكريمه لو نوجه لها كلمه في مساله احسان الظن وانا داخل الجنه. نعم. حذف وما شابه. طبعا يعني من حسن الادب مع الله سبحانه وتعالى ان نحسن الظن بالله عز وجل. نعم. ومن معاني حسن الظن بالله يعني ان تعلم بانك ناقص، ان يعلم. نعم. العبد انه ناقص وأن كل ما يأتي من الناقص ناقص. نعم. فعلى العبد دائما وأبدا أن يعتذر إلى ربه وسيده ومولاه من كل ما يأتي به من خير أو شر، كما في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يقبل منه. نعم. ده بيصوم وبيصلي وبيطلع زكوات وبيطلع كل سنة يحج ولكن خايف إن ربنا ما تقبلش. نعم. منه ولا حج ولا صيام ولا زكاة ولا صلاة ولا صيام ولا أي حاجة، فإذا خاف فهو بالاعتذار، وهذا من. نعم. معاني حسن الظن. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاء الكريمة. نعم. معنا الأخت مملك من الجيزة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا ليا كلمة وليا بعد كده سؤال. فالكلمه انا بحب اوجهها. هاتي السؤال الاول. حاضر. السؤال ان انا كنت مع اخوات دلوقتي بتكلم، فواحده بتقول لي احنا على فكره انا مش بعبد ربنا علشان الجنه ولا النار، انا بعبد ربنا علشان هو ربنا. قلت لها ماشي يا حبيبتي، بس احنا بنعبد ربنا. احنا النبي ما جاله الاعرابي اللي قال له اللهم يعني فيما معنى الكلام. نعم. يعني ان هو بيقول له انا ما عايش عارف ادندن. تمام الحريص ماشي. تمام. أيوة تفضل. بالظبط. مش عارف ادعي زي ما انت وسيدنا معاذ بيدعي. فقال له احنا حول الكلمه دي اللهم اني اسالك رضاك حولها ندندن. فهي احنا دلوقتي احنا بنعبد ربنا وبنحبه بس برضك طمعا في الجنه، ويعني مخافه من النار، صح؟ نعم. يعني هو كده، يعني هو كده الكلام اللي هي بتقوله ده صح يعني ولا؟ طيب انا جاوب. الكلمه اللي انا بحب اوجهها لكل، والكلمه اللي انا بحب اوجهها يعني لكل مسلم في العالم كله، بقول لهم كلهم يعني ايها المسلمون افيقوا رمضان على الابواب. لازم نستغل كل لحظه وكل ثانيه وكل دقيقه في طاعه ربنا، لانه موسم طاعه وفيه الجنة مفتحة لكل عاصي. ربنا يبارك فيك يا أختي الكريم. وصلت رسالتك. ربنا يبلغنا رمضان، وبالله عليكم ادعوا لي. ربنا يسترك في الدنيا والآخرة والمسلمين أجمع. شيخنا سؤال الأخت الكريمة مسألة أنه أنا بعبد ربنا لا خايفة من الجنة ولا طمعنا في الجنة ولا خايفة من النار، إنما أعبد الله لذاته. يعني يقول الله تعالى والذين يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. نعم. فمسألة يعني إيه الخوف والرجاء كجناحي الطائر عند المؤمن يعني. نعم. فيعني لابد أن تعلم أن يعني ما ينفعش أغلب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف، بل هما كجناحي الطائر عند المؤمن. وكذلك مسألة يعني هو لا معتقد لفئة فاسدة مسألة أن أنا أعبد الله لذاته. طبعا لا طمع في جنته ولا خوف من ناره. لا يجوز. لأن أعبد الخلق لله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام. قالها كما الأخت ذكرت الحديث. نعم. لكن في الصحيح هي في طائفة هي التي تروج. نعم. لهذا الأعرابي الذي جاء للنبي وقال
والذي بعثك بالحق لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول؟ الكلام ده الأذكار اللي بعد الصلاة. نعم. أعرابي بسيط ما عندوش المقدرة العلمية ولا الاستيعاب أنه يقدر يحفظ أذكار الموظفة بعد الصلاة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حولها ندند. هو ده مربط الفرس إن صح التعبير يعني. كل الناس يدورون في فلك هذا المعنى. كل الخلق ولا يغلب هذا على أنا بالضبط كده. فمسألة أنا يعني حتى نسب هذا لرابعة العدوية رحمة الله عليها ولا يصح ولا لا يصح نسبته إليها. صحيح. إنما أعبد الخلق وأعرف الخلق بالله عز وجل. نعم. وهو الذي قال عن نفسه أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وقال في حديث آخر أما إني أعلمكم بالله. كان يعبد الله عز وجل يريد جنته ويهرب من ناره. نعم. فما يعني النبي لم يلحقه لاحق ولا يدانيه أحد عليه الصلاة والسلام. والنبي قال عليكم بسنتي. فاختفى أثر النبي أولى يعني. جزاك الله خير. نرجع أصل موضوعنا. نعم. مسألة الذنوب والمعاصي وإن في ذنوب صغيرة جدا. نعم. قد تحط بالعبد كما تفضلت فتهلكه. نعم. ومسألة رمضان وتفرغه من محتواه وإشغال الناس وقتل الوقت يعني المسألة دي محتاجة مزيد عناية وتأكيد يعني. نعم. أنا كنت عاوز أؤكد على نقطة مهمة جدا اللي في يعني مسلسل هيعرض في رمضان اللي هو عمر بن الخطاب. نعم. طبعا عمر. طبعا يعني في حملة بفضل الله من إخواننا على الفيسبوك تجاوزت المليون توقيع تقريبا وصلوا مليون وربع بعدم عرض هذا المسلسل. طبعا إزاي واحد شيخنا الفاضل يعني بيمثل دور مثلا فاجر في مسلسل من المسلسلات وتاني يوم أشوفه في مسلسل يعني بيمثل كبار الصحابة. نعم. بيمثل عمر أو أبي بكر رضي الله عنهما أو بيمثل أي حد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إزاي كيف نقبل هذا في بلادنا في بلدنا هذا المسلم أو يعرض هذا بلد الأزهر على بلد الأزهر يعني محتاجة المسألة محتاجة وقفة من المؤسسة الرسمية. هو الأزهر يعني رافض ومفتي السعودية كذلك معترض بشدة. لا بس الشيخ الأزهر يستطيع أن يتخذ خطوات إيجابية في المسألة يعني إيه يتخذ إجراء. نعم. قوي اتجاه يعني هذا المسلسل. نعم. الذي يمثل فيه يعني واحد يعني الواحد بعدين المسألة مش مسألة المسلسل هي هدم لرموز الإسلام. طبعا. يعني ما نشوف مثلا رمزك واحد عمر لا ممثل مثلا ألف عنه. نعم. الفسق والفجور وبعدين يجي مثل شخصية عظيمة زي عمر كعمر بن الخطاب ابن مسعود يقول في يقول كنا نقول. نعم. والنبي يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. نعم. أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل في رواية أضافوا إليهم علي ولا يفاضلون ما يجي ثالث واحد في الأمة بعد النبي وصاحبه يمثله واحد يعني يعني الله أعلم بحاله. نعم. فده هدم لرموز الإسلام. نعم. ده يا شيخنا الفاضل في هناك من هؤلاء ممن يمثلون الصحابة من هم كفار. نعم. 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 والله من هم كفار ممن يمثلون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. بس اتصل من الأخت أم خالد فضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضلتك أنا عايز أخذ من حضرتك يعني من وقتك دقيقتين كده. اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايز اعمل عمليه لعين بنتي وكانت ظروفي الماديه مش قادره يعني مش عارفه اعملها لها يا اما كده يا اما تفقد بصرها. لموا لي الاخوات تبع حزب النور لموا لي صداقات من الناس وعملت عمليه لبنتي بس. نعم. الله يتمش فيها على خير. ولازم اسددها. نعم. الفلوس دي دين في رقبتي ولازم اسددها. طيب طيب يعني الاخت لما ترجع للكنترول وهم يكملوا معك الموضوع. فضل مولانا. نعم. فمسألة تمثيل الصحابة كل علماءنا يعني يحرمون ذلك يعني ربنا عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والذي نفسي بيده
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه فهم عباد الله الذين اصطفى كما قال سفيان اختارهم الله على الثقلين على الإنس والجن سوى النبيين والمرسلين وقال ابن مسعود كما في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيره إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم نجحنا بقى نمثل هؤلاء ونجوز ذلك للبشرية ونقول إيه المانع عما نمثل دور عمر واحد فاجر أو ماجن يجي يمثل دور عمر بن الخطاب وطبعا يعني مش كل الأحداث بتكون صحيحة زي حضرتك عارف يقينا وبعدين يعني في مسألة مهمة جدا تلويث التاريخ يعني على سبيل المثال هو مش هيجيب عمر لوحده من مجموع الصحابة عمر ده عاش فرد من مجموع الصحابة نعم هيجيب مجتمع الصحابة كله نعم برجاله ونسائه نعم أنا شفت مرة زمان كانوا عاملين مسلسل على الإمام ابن ماجة هو إمام عالم من أئمة السنة جايبين زوجته متبرجة بشعر ومكياج وما شابه يعني أيظن بإمام من أئمة السنة الذي حمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بهذه المثابة وبهذه المعارضة الصريحة لما حمل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويقبل طبعا ده تشويه شديد لتاريخ الإسلام بطوله وعرضه بدأ من الصحابة وهلم جرة من التابعين وتابعيهم وتسمع هؤلاء وهم يقرؤون آيات القرآن يعني يخطئون حتى في قراءة الآيات نعم لكن شيخنا رمضان مليء بالأعمال الصالحة بل برؤوس الأعمال الصالحة التي هي رأس مال المرء في هذا الشهر الكريم أعتقد أن رمضان دايما مسألة صيام النهار وقيام الليل صار القيام قيام الليل قسيم صيام النهار في مسألة التقرب إلى الله عز وجل والسبق إلى الله عز وجل بالعمل الصالح يعني حديث القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة قيام الليل نعم يقول الله عز وجل عن قيام الليل أو عن هؤلاء القوم الذين يقومون يتهجدون بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تتجافى جنوبهم أي بقيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة يدعون ربهم خوفا وطمعا أي خوفا من وبال عقابه وطمعا في جزيل ثوابه ثم قال بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يعني لا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد هؤلاء القوم لما أخفوا أعمالهم بالليل كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا فإن الجزاء من جنس العمل فطبعا إن قيام الليل له لذة وفيه حلاوة وسعادة والله لا يشعر بها إلا من صف قدميه لله عز وجل في ظلمات الليل يدعو ربه ويشكو ذنبه ويناجي مولاه ويطلب جنته ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويستعيذ من ناره هذا مطلب يستحق المنافسة هذا أفق يستحق السباق هذا غاية تستحق الغلاب قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ما أجمل أن نتنافس وأن نبدأ الآن في التنافس على قيام الليل يعني لا شك أن اغتنام الأنفاس واللحظات في كل ما يقرب من رضوان الله عز وجل عمل السعداء الموفقين الذين امتن الله عليهم بنعمة البصيرة فأبصروا في ضوئها ما خلقوا من أجله لقد قال الله تعالى عن هؤلاء القوم سماهم في وجوههم من أثر السجود قال القرطبي رحمه الله السما هي العلامة أي لاحت عليهم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر سيدك مولانا أخونا أحمد من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والذي فلق الحبات وبرأ النسمة إني أحبكم في الله أحبك الله وأسأل الله أن يحشرنا في ظل عرشه وما نظل إلا ظله اللهم أمين تفضل حياك الله يا دكتور عاطف ودكتور محمد على هذا الكلام الرائع الماتع الطيب المبارك ربنا يبارك فيك يا أخي وأنتم تتحدثون عن الاستعداد لشهر عظيم مبارك هو ضيف كريم
فعلينا أن نستعد له بقلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا، وأن نقيم فيه الليل ونصوم فيه النهار. وأنت تتحدث يا شيخ محمد عن قيام الليل، وقد سئل الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه ما بال المتجهدون وجوههم منيرة أو وجوههم مضيئة، فقال رضي الله تعالى عنه: خلوا بالرحمن فألبسهم نور من نوره. وأنتم تتحدثون عن الاستعداد لهذا الشهر العظيم، أسأل الله أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه عز وجل. وأنتم تتحدثون عن قيام الليل، ما أروع الأسحار، وما أروع أن يخلو كل حبيب بحبيبه، وما أروع الذين يخلون بالله عز وجل في هذه الساعات المباركة. وحتى لا أطيل عليكم، أسألكم بالله عز وجل أن تدعوا لإخواننا في بورما وفي سوريا وفي جميع بلاد المسلمين، وأن تدعوا لرئيسنا أن يمكنه الله عز وجل وأن يوفقه الله لما يحب ويرضى. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأعتذر لحسن الأطالة، والسلام عليكم ورحمة أحمد. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلام أخونا جيد، مسألة الدعاء للمسلمين لا سيما إخواننا الذين يموتون جوعا وعطشا في سوريا وفي بورما وغيرها، وكذلك مسألة الدعاء لولي الأمر. يعني الفضيل، وروي ذلك عن أحمد قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لاختبتها للحاكم، أو لا جعلتها في الحاكم. وهذا من ثوابت معتقد أهل السنة والجماعة، الدعاء لولاة الأمر بالصلاح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق عبده مرسي بطانة صالحة تعينه على ما فيه صلاحنا في أمر ديننا ودنيانا، وأن يرد الله عز وجل عن أمة الإسلام كيد الكائدين، أنه على كل شيء قدير، وأن يحقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم أمين. فضلت الشيخ، قيام الليل، يعني ابن مسعود قيل له: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. والفضيل قال: إذا لم يستطع الرجل صيام النهار وقيام الليل فليعلم أنه محروم، كبلته خطيئته. أعتقد أن قيام الليل يعني لا يأتي فجأة، أو لا يمن الله عز وجل على إنسان بمثل هذا العمل الجليل إلا بسابقة من العبد. يعني من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، والعكس صحيح. صحيح، مسألة محتاجة تجهيز من استعداد. نعم. هو في حديث جميل قوي رواه النسائي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. من أتى فراشه وهو ينوي، مجرد النية، أنا هاجي على الفراش وفي نيتي قبل ما نام اللي أنا أقوم أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى قبل الفجر. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من رب. فإحنا عاوزين يعني ننوي قبل نومنا أن نقوم نصلي لله والله ولو ركعتين. وبعدين النبي بسط المسألة جدا علينا، صلى الله عليه اللي يصلي العشاء في جماعة، نعم، فكان نص الليل، نعم، اللي يضم الفجر للعشاء خد الليل كل. نعم. وبعدين زي ما تفضلت ممكن اصلي العشاء والسنه المؤكده بعد العشاء والشفع والوتر. نعم، يبقى انا كده ضمنت، او اخرهم لاخر الليل اي مكان يعني. نعم. المساله تبدا بالقليل يعني. نعم. المساله بس محتاجه لو ركعتين ووتر، محتاجه ضربه من الان يعني. نعم. استعداد لقيام رمضان. نعم. انا مش زنبالك ضربت قلبي عشان اول ليله في رمضان اقف اصلي بجزء. نعم. ده مستحيل. نعم. المساله محتاجه تمرين واستعداد. نعم. اتفضل. فمسألة الاستعداد بقيام الليل وكل يوم ركعتين، وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. نعم. وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. نعم. وطبعا لازم تعلم يعني أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الفاضلة، أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان منا عند نومه ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد. نعم. كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعقد الشيطان، يعني يربط الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد.
يضرب على مكان كل عقدة عليك نوم طويل فرق. طيب فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. معنا الأخت أم خالد من الإسكندرية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عايزة أكلمكم والله في كل حاجة، لأن بقالي فترة كبيرة نفسي أكلمكم، فأنا من كتر ما أنا عايزة أكلمكم في كل حاجة مش عارفة أكلمكم في إيه ولا في إيه. ربنا يكرمكم ويرفع بيكم الأمة يا رب. ربنا يبارك فيك، لكن حددي أنت عايزة تقولي إيه. ويخلي أبويا محمد حسان ويكرمكم كلكم وكل سنة وكلكم وأنتم طيبين. أنت بالصحة. ويقوي محمد مرسي رئيس الجمهورية على الأمة كلها. اللهم آمين. وليا طلب عندكم. تفضلي. اسمه زياد، بسم الله ما شاء الله عليه، بيصلي وبيصوم من وهو عنده 3 سنين والله. نعم. ونفسي اخد بايده بس مش عارفه اوصل اعمل ازاي ولا اتصرف ازاي، ونفسي اخد بايده، انصحوني اعمل معاه. ابننا زياد عنده كم سنه؟ هو دلوقتي داخل ثالثه اعدادي وبيطلع بيجيب مجاميع زي الفل، والولا حلو وبيقرا قران وبيحفظ حاجات. ربنا يبارك لك فيه ونبيته نباتا حسنا واولاد المسلمين جميعا. ولا حابب ربنا، وهقول لك انا وابوه على قدنا في الايمانيات يعني. طيب حضرتك ممكن تتواصلي مع اخواننا اهل العلم في الاسكندريه، اعتقد الاسكندريه يعني معقل الدعوه يعني من المحافظات اللي لها صيت وزيع يعني في امر الدعوه، وان شاء الله ربنا يبارك فيه وينبت نباتا حسنا ونبارك فيه وفي اولاد المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب. تفضل يا مولانا. تفضل. طبعا ينبغي أن نعلم أيضا أن الشيطان يستهزئ بمن أهمل قيام الليل. نعم. بيعقد على قافية الإنسان 3 عقد، وأيضا يعني حينما يستيقظ الإنسان حلت عقدة ثم عقدة ثم عقدة، وهكذا إن توضأ ثم صلى. طيب كذلك الشيطان بيستهزئ بمن أهمل القيام في الليل، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل نام حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. مولانا ده ولان المسلمين صار في الصحة دلوقتي. مسألة صعبة أوي يعني. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العافية. قال الحافظ في الفتح معلقا على هذا الحديث واختلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته يعني هو بول حقيقي، قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه، لأن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، بول حقيقي. وقال بعض العلماء هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، نسأل الله العافية. فيعني عاوزين نعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والأسوة لنا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم كان يدندن شيخ عاطف حول قيام الليل، بيتخذ السبل التي تهيئ له هذا الأمر، يعني خشونة فراشه عليه الصلاة والسلام سبب يمهده للقيام، كان بينام إيه؟ على إيه؟ الحصير صلى الله عليه وسلم، حتى يخط في جنبه الشريف استعداد، يعني أنا جاي من بره متأخر إيه لسه نص ساعة ولا ساعة الفجر مش قادر أقعد، لو قعدت يعني لو دخلت نمت على السرير مش هقوم، مش هقوم. فإيه المانع عما لو هنام على البلاط يعني عشان أقدر أقوم على حصيرة ولا حاجة يعني أقدر أقوم عليها، أمال الفرش الوطيئة أو يعني إيه المريحة دي مش هقدر أقوم لو نمت عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ نفسه. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سرير مضطجع مرمل بشريط، أي ينام رسول الله عليه الصلاة والسلام على شريط مصنوع من حبل مفتل من الخوص، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم انحرافا تغير من على جنبه إلى الجنب الآخر، فلم يرى عمر بين جنبيه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا عمر؟ قال والله والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر
وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعم. فقال عمر: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه كذلك. نعم. نعم. لهم الدنيا ولنا الآخرة. نعم. معنا أخونا أحمد من الجيزة، أنا آسف على الإطالة لكن أنا أستحي قطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل أخ أحمد. السلام عليكم. سلام سلام. نعم. تفضل، الصلاة قطعت، تفضل. الله يسعدك. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدندن حول قيام الليل، خشونة فراشه عليه الصلاة والسلام سبب يمهده للقيام. طيب النبي كان بيصلي كم ركعة صلى الله عليه وسلم؟ صفة صلاته بالليل، كان عليه الصلاة والسلام يحب التطويل. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاته في الليل. علق الحافظ في الفتح على هذا الحديث فقال: وفي هذا الحديث دليل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تطويل صلاة الليل. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قويا محافظا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. لكن شيخنا احنا عايزين نعود الناس على قيام الليل، فمحتاجين ناخدهم. النبي قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني المسألة. نعم. ركعتين فركعتين فركعتين، ما بنضحك عليه وقيم الليل كله بقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم، كما في الصحيح وغيره. نعم. فإيه المانع هبدأ إلا لدي ركعتين، بعد كده ركعتين، بعد كده ممكن أربعة، بعد كده ستة، لحد ما يتفضل. والنبي قال في الحديث: البر عادة. نعم. يعني المسألة تعود. تعود. لو المسلم روض نفسه شيئا فشيئا. نعم. حتى ألفت الطاعة ستأنس بها. صحيح. وتهرب من المعصية. هي المسألة محتاجة ما لا يدرك كله، لا يدرك كله الإنسان يروض نفسه. يعني طبعاً. النبي قال في الحديث إن كل عمل له شرة. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد خاب وخسر. نعم. إن أي عمل، تعرف في مثل في الفلاحين شهير: الغربال يجريد له شد. فالناس في أول رمضان بالضبط كده. يعني على سبيل المثال في رمضان ده مثل إحنا بنشوفه كلنا. صح. أول يوم في رمضان المساجد بتصلي في السحاب بتاعتها، ممكن في الشوارع. نعم. تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، لغاية يوم عشرة تلاقي المساجد خلاص من عشرة لعشرين تقريبا اللي بصلي يعني إيه أهل المساجد الأصليين بتوع طول السنة. نعم. وبعدين من يوم 20 ده يزيد لسبعة وعشرين، 27 خلصت رمضان خلص. فالمسألة محتاجة احنا عايزين عادة يتعود من الآن. يدخل رمضان ما يسيبش المسجد من أول يوم لآخر يوم. يطلع من رمضان كذلك خلاص بقى إيه مسألة ألف الطاعة. لكن وفي بس مسألة مهمة: قيام الليل وما يتعلق به ولذة العبادة والوقوف بين يدي الله عز وجل لا تأتي سدى، كما قال ابن مسعود أو غيره إنه من أحسن في نهاره كوفي في ليل. المسألة محتاجة إن نفهم إيه معنى الصيام. أول الصيام زي ما تفضلت أنت، أنا أمتنع عن الطعام والشراب والجماع وبارك أنا صايم، وبعدين الغيبة والنميمة والكذب والسرقة والغش والتضييع حقوق المسلمين، وروح يصلي مثلا الظهر وموظف في عمل حكومي يروح قبلها بنص ساعة ويجي بعدها بنص ساعة، أصلا كنت بصلي يضيع ساعة ساعة ونص عشان بحجة الصيام والصلاة ويضيع مصالح المسلمين وفين طوابير قدام منه. هو هل هذا هو الصيام؟ أو ما هو معنى الصيام الحقيقي؟ نعم. نعم، تفضل. طبعا الصيام معناه في البداية لغة هو الإمساك والكف والامتناع، هذا من البداية، كما قال الله تعالى حكاية عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما. نعم. فلن أكلم اليوم إنسيا. الإمساك والكف والامتناع شرعا بقى هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. نعم. أو هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة وجميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يعني لا يكفي أن تصوم عن الطعام والشراب، بس لابد وأن تصوم عيناك ويداك ورجلاك، لابد وأن تصوم هذه الألسنة التي قد تعودت على الكذب والغيبة والنميمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
جئت يا رمضان لتقول للألسنة صومي، صومي عن الكذب، صومي عن الغيبة، صومي عن النميمة، صومي عن أعراض الناس. جئت يا رمضان لتقول للبطون صومي، صومي عن أكل الحرام. جئت يا رمضان لتقول للأرجل صومي، صومي عن المشي إلى الحرام. جئت يا رمضان لتقول للأيدي صومي، صومي عن أخذ الحرام وعن لمس الحرام. لابد وأن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى كلية، أن نعلم أن الصوم هذا لا يكفي أن نصوم عن طعام وشراب وخلاص، لا، الأعين، الأرجل، الأيدي، كل الجوارح، عن جميع المفطرات، عن ما يؤدي إلى الفطر. هو شيخنا يعني الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من رجل متزوج، هذه أمور مباحة في ليلة رمضان وطول السنة. نعم. إذا كان الله عز وجل حرم على عباده في نهار رمضان المباح، فتحريم الحرام أشد. صحيح. مش كده؟ نعم. ولذلك حديث النبي المشهور: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة في نهار طعام وشرابه. نعم. يعني هو امتنع عن المباح ثم أفطر على الحرام المتفق على حرمته في نهار رمضان وفي ليلة رمضان وفي العام كله. نعم. المسألة محتاجة وعي أعمق. وبعدين قول الزور والعمل بقول الزور ما هو إلا مثال ينسحب على غيره من الذنوب المعاصي. نعم. إن من المفترض المسلم يضبط حياته زي ما تفضلت، لسانه، عينه، رجله، إيده، كل جوارحه. نعم. بل خطرات القلب عما لا يليق برب العزة سبحانه وتعالى. فالمسألة محتاجة وعي أعمق لمعنى كلمة الصيام. نعم. إنه ليس الصيام صيام النهار وقيام الليل والتخليط. نعم. فيما بين ذلك. نعم. للأسف الشديد. نعم. ومصيبة. نعم. شديدة بنراها في الشوارع والطرقات في نهار رمضان، اللي في ناس فترة يعني مش يعني يجاهر بالكبيرة، يجاهر بالكبيرة حتى لو هو عنده عذر، مثلا يعني رجل مسن أو عنده مرض وأبيح له الفطر، بيفطر عيانا بيانا جهارا نهارا يعني أمام الناس. الفقهاء ذكروا أن لو واحد مثلا مسافر فبلحوا الفطر. نعم. سفر مسافة قصر يعني. صحيح. او زي ما تفضلت مريض او شيخ كبير لا يقدر الصيام يفطر في بيته. نعم. مراعاة لحرمة الشهر وحرمة مشاعر المسلمين. لا، اللي فما الظن بالمجاهرة دي أعتقد المسألة. ده في محلات فتحة يعني في أماكن عامة في بلادنا، بلدنا المسلم، تجد محلات في أماكن عامة وعصارات بيعوا عصير، والناس بتشرب في الشارع، وناس في مطعم قاعدة بتاكل. طب كيف يسمح لهذا في بلد مسلم؟ فدي مصيبة، وأنا يعني بحذر هؤلاء الذين يفطرون في نهار رمضان بغير عذر شرعي. وأذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم أتاني رجلان، أي في المنام، فأخذ بضبعي، أي فأخذ بي من وسط ذراعي، فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أطيقه، يعني لا أستطيع صعود هذا الجبل. فقال: إنا سنسهله لك. يقول عليه الصلاة والسلام: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، أي هذا صراخ أهل النار، نسأل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، أي معلقين من أقدامهم، الأقدام إلى أعلى والرأس إلى أسفل، تخيلوا معي إخواني، منكسين، الرأس منكسة، الرأس إلى أسفل والأرجل إلى أعلى، مشققة أشداقهم، والأشداق هي جوانب الفم، تسيل أشداقهم دما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قلت: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تمام صومهم، يعني قبل تمام الصوم يفطر، يجي مثلا قبل الفطر بساعة ولا بساعتين، يقول لك اليوم طويل قوي،
اه فبالك بقى اللي ايه اللي فطر من الصبح يجاهر بالكبيرة يجاهر يعني بهذه بهذا الذنب وبهذه المعصية. فأسأل الله أن يرد هؤلاء يعني إلى ربهم سبحانه وتعالى ردا جميلا وأن يتوب عليهم وأن يصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى من هذه الساعة. إن كنت أفطرت في رمضان اللي فات ولا اللي قبله ولا اللي قبله اصطلح مع ربنا الآن وابدأ صفحة جديدة وإنو الصوم من الآن إن والصيام إن شاء الله أنا هصوم رمضان ومش هفطر ولا يوم دنيتي. وهذا يعني هذا ما أتدين الله سبحانه وتعالى به بنا الآن. ينبغي أن تكون هذه نيتك أخي الحبيب وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح. شيخنا الوقت بيجري بسرعة احنا لسه بنتكلم في أول الحلقة على قيمة الوقت وتصرمه بسرعة. احنا لسه عندنا موضوع كتير جدا ورمضان يعني فضائله لا تنتهي. نعم. القرآن ورمضان أعتقد أن القرآن لسيق شهر رمضان طبعا وتنزل الآيات فيه لها دلالة عميقة جدا في علاقة المسلم برمضان القرآن في آن واحد يعني. نعم. حال المسلم مع القرآن في رمضان طبعا إن القرآن الكريم يحب رمضان. نعم. ورمضان يحب القرآن الكريم فهما صديقان حبيبان كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف من ارتباطاته ومشاغله في هذا الشهر الكريم العظيم. كان عليه الصلاة والسلام يهيئ نفسه لهذا الشهر فالقرآن الكريم أخذ الحظ الأوفى من حياته صلى الله عليه وسلم أخذ الدقائق الغالية والساعات الثمينة من حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصحابة والسلف في رمضان وفي غير رمضان ولكن في رمضان كانوا يعني يزيدون في الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا كان قتادة رحمه الله يختم القرآن دائما في سبع يعني في كل سبعة أيام ولكن في رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله تعالى يعني يختم كذلك في يختم في رمضان في يعني أكثر من ختمة. وأيضا سألوا مرة أبو حنيفة بتختم القرآن كل قد إيه فقال لهم ختمة الليل ولا ختمة النهار فدماغهم لف كده قالوا طب خاتمة النهار قال لهم خاتمة الصلاة ولا غير برا الصلاة فقال له طيب خاتمة الصلاة قال لهم في الفرض ولا في النفل قالوا لا خلاص بقى المسألة صعبة جدا يعني شوف يعني في بركة لا في بركة وبعدين يعني شوف القرآن كان محور حياتهم. نعم. النهاردة طبعا كتير جدا من المسلمين هم انه يقرأ القرآن وهختم مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لكن وده نهاية المطاف مع القرآن ولكن التدبر المسألة أعتقد أعمق من كده إن القرآن كان محور حياة الصحابة. نعم. نعم. يعني ما كانش كتير من الصحابة يحفظون القرآن كما نحفظه اليوم من الفاتحة إلى الناس صحيح لكن كانت جوارحهم تحفظ القرآن بمعنى تحفظ أحكام القرآن أوامر القرآن. نعم. حولوا القرآن كان لما تحصل مشكلة لما عاطف الشكل مع أخوه الشيخ محمد سوني نحكم القرآن بنا. نعم. ما نحكمش الأعراف والعادات والتقاليد والهوى والعصبات الجاهلية إنما كان القرآن يحكمنا. احنا عايزين نتكلم يعني نقول للناس في مسألة القرآن وقراءة القرآن القرآن ينبغي أن يكون منهج حياة منهج حياة. نعم. تفضل. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام غرس هذا في قلوب الصحابة. نعم. يعني أكبر دليل على ذلك لما سأل صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أبي يا أبي أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ نعم. قال الله ورسوله أعلم. يا أبي أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آية الكرسي. نعم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. يعني هنيئا لك العلم الصافي هنيئا لك العلم النير. فهؤلاء فهموا القرآن حولوه لمنهج حياة وواقع عملي. فأين نحن من هؤلاء؟ يعني أبي ربنا سبحانه وتعالى ما اختاروش من بين الصحابة عشان النبي يقرأ عليه سورة البينة من فراغ لا. والحديث في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل نعم. الكتاب والمشركين ممفكين حتى تأتيهم البينة سورة البينة. نعم. فقال أبي في ذهول وسماني لك
رب العالمين قال لك. شوف الفهم العميق في نعم. اقرأ سورة البين على أبي بن كعب، سماني لك؟ قال نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. نعم الله أكبر، نعمة عظيمة، نعمة لا تعدلها نعمة. الله سبحانه وتعالى يختار من بين الصحابة عشان النبي يقرأ عليه سورة البين. اختيار ده مش من فراغ. فطبعا بلا شك أن أبي رضي الله عنه هو سيد القراء ومن أكثر الصحابة فهما لكتاب الله وتدبرا وعملا. فنريد أن نكون كهؤلاء. بيوت السلف وبيوت الصحابة كان لها في رمضان تحديدا دوي كدوي النحل، تشع نورا وتملأ سعادة. كانوا يرتلون القرآن ترتيلا، يقفون عند عجائبه ويبكون من عظاته ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. يعني مسألة تحويل القرآن لمنهج حياة، ده أمر في غاية الأهمية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي يوم القيامة ويشتكي من هجر القرآن، مش هجر القراءة وبس. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التلاوة والاستماع والإنصات والتدبر والعمل والأخلاق والسلوك، أن نحول القرآن لمنهج حياة. أخلقنا يعني إلا من رحم ربي. تعرف شيخنا حديث النبي الشهير لكل المسلمين حافظينه، لما سئلت عائشة عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن. أنا دايما الحديث ده في ملحظ دقيق. هو اللي سأل النبي، اللي سأل عائشة ما سألهاش عن عبادة النبي وعلاقته بربه، سألها عن الخلق. والخلق ده علماء السلوك بيقولوا هو رد الفعل غير المعد تجاه الآخرين. يعني مثلا إيه، واحد قابلك في الشارع أما قال لك أبوك اللي عليك، الرد التلقائي الأولي ده هو ده الخلق. ممكن مثلا واحد عصبي جدا فيرد بشدة وبعدين يرجع إيه أصلا المفروض ما أقولش كده وبتاع وبعدين يرجع ورا. إيه هو ده خلقه وده طبعه، لأن فارق كبير جدا بين الطبع والتطبع. وطبعا الطبع لاصق الروح يعني. صحيح. واخد بالك. فهو سأل النبي، التابعي سأل عائشة خلق النبي إيه، فقالت الكلمة الشهيرة: كان خلقه القرآن. يعني إيه؟ كان علاقة النبي بكل الإنس والجن من الخلق، بل مع الحيوان والنبات والجماد وكل ما على ما يدب على الأرض، كان يتعامل معه بخلق القرآن. عشان كده النبي رحم الجماد ورحم الحيوان ورحم الإنس والجن، رحم كل ما على ظهر الحياة برحمة القرآن التي زرعت في قلبه فأنبتت فيضا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة، مسألة العمل بالقرآن. وبعدين برضو في موطأ مالك ذكر أن عمر حفظ البقرة في 8 سنين، سورة البقرة حفظها في 8 سنوات. واحد يقول لي ده أنا ممكن أحفظها في شهر، بس في فرق كبير جدا من المنهجين. أنت هتقعد في بيت وتقفل الباب عليك وتصم سورة البقرة، وهذا آخر أو نهاية المطاف بالنسبة لك. لكن سورة البقرة هي أطول سور القرآن وأكثرها أحكاما. عمر كان بيحفظها 10 بـ10. العشر دول بمروا بثلاث مراحل: حفظ، فهم، عمل. صحيح. يحفظ بعدين يفهم وبعدين يعمل به. يخلص من العشرة دول يخش العشرة اللي بعدهم. فده المعنى اللي محتاجينه النهاردة. ومصرنا وده اللي كان عايش عليه الصحابة كلهم وأمتنا العربية أحوج ما تكون النهاردة إلى تجسيد هذا المعنى. نعم تفضل. يعني قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. جمعوا بين الفضائل كلها. فأين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن لمنهج حياة وواقع عملي؟ وطبعا يعني أنا لما بقرأ الحديث ده وشوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد زي ابن مسعود رضي الله عنه، إزاي النبي عليه الصلاة والسلام رب هؤلاء، وإزاي كان خلق القرآن. وده يظهر جدا في الحديث ده اللي في الصحيحين، لما قال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: كيف أقرأ عليك عليك وانزل. يا له من أدب، يا له من خلق. فقال: إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. نعم. اقرأ علي. فبدأ ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ
من سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تزرفان من الدموع. تأثر الحبيب بكلام حبيب، عاش مع القرآن، أحب القرآن، عمل بالقرآن، حوله لواقع عملي ومنهج حياة، صلوات ربي وسلامه عليه. السلام. ما أحوج الأمة اليوم أنها تجسد هذا المعنى في حياتها، فتعيش بالقرآن له وبه ومعه. حقيقة الكلام عن رمضان وما يتعلق برمضان ونفحات ورحمات رمضان لا تنتهي. احنا كان معنا يعني رؤوس مواضيع كثيرة جدا، مسألة تعظيم الشعائر، استقامة القلب، الهمة العالية، كل هذه مسائل محتاجة إلى يعني الكلام وبتفصيل دقيق عشان كل مسلم يحسن استغلال كل لحظة تمر عليه من رمضان. لكن يعني كما هي عادة الوقت يمر سريعا، لكن في نهاية المطاف نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في المعاد من خير العتاد، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية التعويل. وفي ختام هذه الحلقة الكريمة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بسوني، ربنا يبارك فيك يا شيخ وينفع بك ويجعل ما قلت في ميزان حسناتك، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على معلم الإنسانية الخير المبعوث رحمة للعالمين وعلى الآل والصحب الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامك